من خلال الموقع النهاردة هتقدر تزود لايكات لفيديوهاتك على التيك توك بكميات كبيرة بطريقة مجانية ومن غير ما تعمل حسابات وهمية. طبعا عشان تفهم طريقة النهاردة كمل معايا الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ رجعت لكم فيديو جديد. طيب يا صديقي، النهاردة انا جايب لك موقع تقدر تزود منه لايكات ومتابعين ومشاهدات وكومنتات لحسابك على التيك توك بطريقة مجانية بكميات كبيرة، وطبعا كلها اكونتات حقيقية. بس ما تنساش قبل ما ندخل شرح النهارده تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا على الشرح. طيب اول حاجه بتبدا انك تروح على الاكونت بتاعك على التيك توك، تدوس على اسم المستخدم نسخ بالشكل ده كده، بنوتش بيقول لك تم نسخ اسم المستخدم. طبعا هنا عدد اللايكات على الاكونت 2. طبعا احنا لو عايزين نزود لايكات على الفيديو ده مثلا نبدا ندوس عليه بالشكل ده زي ما انتم شايفين، هنا بيقول لك عدد اللايكات 1، فنبدا ان احنا ندوس على 3 نقط بالشكل ده كده، بعد كده ندوس على نسخ الرابط بالشكل ده، بعد كده نرجع خطوة لورا ونبدأ نروح على الموقع اللي هنستخدمه شرح النهاردة. طيب يا صديقي، ده الموقع اللي هنستخدمه شرح النهاردة، سيب لك اللينك بتاعه تحت في الوصف. أول ما تدوس على اللينك هيفتح معاك الموقع بالواجهة دي. طبعا الموقع بيقول لك حط اليوزر نيم بتاع الأكونت بتاعك على التيك توك، فنبدأ نكتب هنا اليوزر نيم اللي احنا لسه واخدينه نسخ بالشكل ده كده، بعد كده ندوس على كلمة ليأتي، فيبدأ ان هو يحمل معاك زي ما انتوا شايفين، بيبدأ ان هو يفتح هيحمل معانا فوق بالشكل ده كده. بعد ما يحمل هيفتح معاك الموقع بالواجهه دي. طبعا هي بيقول لك اعمل متابعه للاكونت ده عشان يتاكد انك متفاعل على الاكونت اللي انت سجلت بيه حقيقي، هندوس على كلمه يكمل بالشكل ده كده، يبدا ان هو يحولك على التيك توك، هندوس على متابعه، بعد كده نرجع خطوه لورا بالشكل ده، بعد كده ندوس على كلمه يفحص، نبدا نستنى لحد ما يحمل زي ما انتوا شايفين. انا اتاكد ان الاكونت حقيقي وبيفتح معاك الموقع بالواجهه دي. طبعا الموقع ده فكرته انك بتعمل لايك او متابعه او كومنتات او مشاهدات للفيديو، تبدا انك تاخد عليها نقاط. هنا طبعا هنا بيقول لك عرض كل الحملات، فنبدا ندوس عليها كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بيقول لك لو حابب انك تجمع من اللايكات او المشتركين او التعليقات، طبعا هنختار المشتركين لان دي اكتر حاجه بتدينا نقاط بالشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين بيقول لك اعمل متابعه للشخص ده، زي ما انت شايفين بيقول لك اعمل متابعة للاكونت ده وتاخد 4 نقاط، فندوس عليها بالشكل ده كده، بعد كده ندوس على كلمة يكمل، بعد كده نعمل متابعة، بعد كده نرجع خطوة لورا على الموقع. زي ما انت شايفين بيقول لك تم تجديد الرصيد وتوافق 4 رموز، طبعا هدف لنا 4 نقاط تحت اهو. تبدأ انك تجمع نقاط بنفس الطريقة، بعد كده نعمل متابعة، بعد كده نرجع خطوة لورا زي ما انت شايفين هنا برضو ضاف لنا 4 نقاط. تقدر انك تجمع بنفس الطريقة دي لحد ما تجمع عدد معين من النقاط، فانا هجمع عدد كبير من النقاط وارجع لكم. طيب زي ما انتوا شايفين هنا جمعت 36 نقطة. طيب ازاي بقى بنبدأ نحول النقاط دي للايكات؟ علامة الشخص اللي فوق بالشكل ده كده، زي ما انتوا شايفين بيبعت لك متابعين واعجابات وتعليقات ومشاهدات. طبعا احنا عايزين نزود لايكات، فنبدا ندوس على الاعجابات بالشكل ده كده. هنا بيقول لك حط لينك الفيديو اللي انت حابب انك تزود عليه اللايكات، فنبدا ندوس لاصق لينك الفيديو بالشكل ده، كان ندوس على كلمه يكمل، فبيبدا يقول لك هنا ال 10 متابعين ب 35 نقطه. طبعا احنا نقدر نقلل عدد النقاط بالشكل ده كده، نقلل حاجه 3 نقاط، 10 لايكات ب 30 نقطه، فنبدا ندوس الدفع بالرموز بالشكل ده. زي ما انت شايف بيقول لك تم اضافة الحملة بنجاح، لو نزلنا تحت بالشكل ده زي ما انت شايف هنا بيقول لك انجاز 0 من 10 لايكات، يعني لسه ما بعت لناش ولا لايك. فنبدأ نروح على التيك توك عشان نشوف بعت لنا اللايكات ولا لا. طبعا زي ما انت شايف لسه بعت لنا اللايكات حالا، لو جينا ندوس عليها بالشكل ده طبعا كلها اكونتات حقيقية، طبعا زي ما انت شايف كلها اكونتات عرب. ولو جينا نروح على الفيديو اللي احنا كنا لسه مزودين عليه اللايكات، هنلاقي ان الفيديو زاد زي ما انتوا شايفين بقى 8 لايكات، وطبعا لسه مستمر في الزيادة. طبعا الموقع طلع صادق ويبعت لك اللايكات. وكان كل سنة نهاية فيديو النهاردة، فما تنساش لو مش مشترك في القناة تنزل تشترك وتعمل لايك للفيديو وتقول لي تحت في الكومنتات عايز نتكلم عن ايه الفيديو الجاي. سلام.